يعني هنا هي الطرزة، راه الطرزة ديال الجهة الأخرى. يعني أنا واحد جهة راني خدمتها بعدا من قبل، هذه الجهة الثانية أو الربع الثاني، يعني قربت نسالي. لاحظوا هاد الورقة، هذه هي دابا أنا فاش خدامة، هي اللي غادي يكون درسنا اليوم. تنتمنى الرسمة تكون باينة. لاحظوا كما العادة أنا تنخدم بالحرير مبروم على 3 شعرات، البرا نمرة 7. ممكن نتوما تستعملوا حرير على 4 شعرات، برا رقم 5، المهم على حسب سمك الحرير. هنايا هاد الوريقة كما تتشوفوا عندي مقسومة على جوج، يعني هاد الطرف، الطرف الأيمن والأيسر، يعني كل طرف غادي نخدمه بوحدو. كما تلاحظوا أنا هنايا درت واحد، يعني حاولت أنني نعالج هاد المشكل هذا، يعني ما درتش على حساب هاد الرشمة، هاد الخط هذا اللي رشمت درت واحد آخر، يعني صحيت الخط الوسط. دابا غادي نخدم عادي. نتمنى التصوير يكون واضح. لاحظوا مزيان، يعني تنحاول. لاحظوا الا كنتو باغيين تجيو يعني الدقه، لاحظوا هنايا يعني تكون دايره، شنو نقول لكم، يعني تكون الضربه مزيان مقاده. حاولوا انكم الابره تدخلوها يعني من هنا ماشي من هنايا، حاول تدخلوا من هنا، يعني هنايا تتحكموا في الشكل الخارجي او الخط الخارجي ديال الشكل اللي بغيتوا ترسوه، عكس ملي تدخلوا البرا من تحت. يعني غادي نبقى غادا، نصبح الرشمة ديالي أو الوريقة. نحاول الضربة، نجيب واحد الضربة، يعني ندخل البرا في الجهة من هنا ونخرجها في الجهة الأخرى، يعني ما كاين ما أسهل من هاد الغرزة هادي، غير خاص يكون شوية ديال، يعني واحد شوية الإتقان.